الترجي التونسي ينتصر في ملعب ردس على الاتحاد المنتسب بنتيجة 1-0 هدف ابراهيم وترا. مقابل اليوم الترجي التونسي سيطر في بطول العرض، مع انه كانت فما امكانيه للاتحاد المنستيري انه يخرج من نقاط التعادل او يخرج من نقاط الانتصار جمله، لانه الاتحاد المنستيري ضيع بس فرص. باش نحكيو على المقابله هذه بعد شويه. اول حاجه كان اول مره تهرس الشيء تاعنا تشربوا لينشين وجي من الفيديو. الترجي التونسي بدا بتشكيلة 4-3-3 العادية، معناها بخلاف مقابلة شبيبة القبائل اللي اعتمد فيها على عناصر احتياطية أول ما تلعب، اليوم عاد بعناصر أساسية معروفة، لأنه الترجي التونسي اليوم صراع قوي برشا ما بين الأول في الترتيب والثاني في الترتيب، وإذا كان انتصر يولي الفارق 9 نقاط بين الفريقين. بالاتحاد المنسي بدا بتشكيلة 4-3-3 بنفس العناصر نتاعو الأساسية، يعني فماش تغييرات برشا من جانب الفريقين، مع عودة كوني بونسو بالنسبة للترجي اللي خذا بلاصة بن رمضان، لأن كوني بونسو نعرفو كان مصاب في الأيام القليلة الماضية، اليوم يعود إلى التشكيل الأساسي للترجي التونسي. الترجي التونسي كالعادة باش يستحوذ على الكرة وكالعادة باش يلعب على هجمة مركزة، بينما الاتحاد المنسي بصراحة ما لينوش برشا خلال الشوط الأول. الترجي التونسي بدا يلعب كالعادة بحاول استغلال التمريرات في الوسط واللعب على الوسط خاصة، ثم الأجنحة نتاعو اللي هما بن ساحة وخاصة حمد الهوني. المشكل كان خلل في الشوط الأول، الخلل الأصلي كان في ثلاثي الوسط نتاع نادي الاتحاد المنستيري، كانوا معناها ماهمش شادين الموقع نتاعهم الصحيح، كانوا مطالعين شوية هذاك، علاش اللاعبين كوي بوسو خاصة رؤوف بن غيث لقاو برشا مساحات في الوسط ولقاو الحرية نتاعهم في التنقل بالكرة والانتقال بين الوسط ميدان الهجوم، معناها بلمسة واحدة كوليبالي يمرر الكرة للاعب عبد الرؤوف بن غيث، عبد الرؤوف بن غيث يتلقى ويلقى عنده مساحات شاسعة هو واللاعب كوامي بونسو، ورؤوف بن غيث يمرر الكرة لحمد الهوني، تعدد التوزيعات من جهة حمد الهوني، مرات تجي من بلال بن ساحة، تعدد محاولات الترجي التونسي، والخلل الأساسي كان في منظومة الاتحاد المنستيري ضعيفة، منظومة الاتحاد المنستيري فهمت كيفاش قابلت الشوط الأول على اللعب، معناها المدرب بتاع الاتحاد المنستيري ماهوش فاهم في الشوط الأول انه الدفاع يبدا من الهجوم، لا هو قاعد يدافع كان بالربيع تاع الدفاع بتاعه فقط، اللاعبين الهجوم واقفين طالعين في بلوك شويه كهو، وكيف لاعبين الوسط قاعدين يستناو الكره تجيهم مره اخرى وكهو، ما هو مش قاعد يدافع واش قاعد يساهم في الدفاع، ما هو مسلطين ضغط فردي على اللاعبين تاع الجهه التونسي نتاع الوسط خاصة اللي هما رؤوف بن غيث وكوامي بونسو اللي كانوا يتقدموا برشا للهجوم وكانت عندهم مساحات شاسعه في الشوط الاول. وبالرغم من هذا الاتحاد المنستيري ما عندهوش غاب جمله في الشوط الاول، بالرغم من هذا الاتحاد المنستيري طلع في الشوط الاول حاول يبني الهجمه، بصراحه ما اعتمدش على الهجمات المركزه كما الترجي التونسي، الترجي التونسي بانه فريق كبير وهو الاقوى، معناها موازين القوى تمشي له، هو بالطبيعه باش يلعب على الهجمه المركزه، الترجي التونسي ديما يحاول على لعب الهجمه المركزه في عقليته بدل ما يعيش الشعبالي، باكي يلعب على الهجمه المركزه، فانه بالطبيعه باش تلقى مساحات في الخلف يخليها الاتحاد المنستيري يخليها الترجي التونسي في الخلف مساحات. هذاك علاش الاتحاد المنستيري كان عنده السرعة في الانتقال من الدفاع إلى الهجوم والهجمة المعاكسة، هذيك هي شكل اختار الترجي التونسي بصفة كبيرة، رينا ضربت رينا كرة على العارضة، رينا كرة أوف بوتو اللي جاي من بيت المرمى، معناها كرة معناها بتاع هدف بالرسم، ولكن الاتحاد المنستيري قادر أنه يأخذ نتيجة 1-1 في الشوط الأول، ولكن الهدف بتاع الترجي التونسي جاء عن طريق مش عن طريق هجمة مركزة، عن طريق كرة ثابتة، الترجي التونسي يعود إلى استغلال الكرة الثابتة بعد غياب طويل. صراحة كانت مشكلة في الترجي التونسي عدم استغلال الكرة الثابتة في المقابلات الصعبة والمنافس يلجأ فيها للتكتل الدفاعي، اليوم رينا كيفاش استغل الكرة الثابتة عن طريق اللاعب ابراهيم عوتالا. بالشوط الثاني تحسنت المنظومة الدفاعية بتاع الاتحاد المنستيري، باش منقولش معناها كانت خايبة خاصة في الوسط، الوسط بتاع الاتحاد المنستيري أصبح معناها عنده مراقبة على اللاعبين بتاع الوسط بتاع الترجي التونسي، معناها فماش تقدم كبير بين عبد الرؤوف بن غيث وكوامي بونسو على غير الشوط الأول. كانوا يخليو كوامي بونسو وراوف بن غيث قدامهم، مع في الشوط الاول كانوا يخليهم وراهم كان يعمل برشا مساحات، المره دي ولاو يخليهم قدامهم ما خلاهمش يتقدموا اكثر للهجوم لاعبي الترجي التونسي، اذا كان الترجي التونسي تو يلعب على جناب ولا يلعب على جناب خاصه عن حمد الهوني وخاصه من لاعب ايضا بلال بن ساحه. في الحالة هذيك كان الاتحاد المنستيري كيدوس الكره للجناب تاع الترجي التونسي، فالاتحاد المنستيري كان يتكتل دفاعيا ويجتمع في منطقه الجزاء، هذاك هو اللي ولد يعني في الشوط الثاني ريناه السيطرة الأغلبية بتاع الترجي التونسي، بالرغم الاتحاد المنستيري حسن في المنظومة الدفاعية نتاعو، عمل كل شيء، لكن الترجي التونسي عنده اللعب على الجناب، عنده كالتوزيعات تاع الكرة الطويلة اللي توصل باتجاه حمد الهوني، توصل باتجاه بلال بن ساحة، خاصة هو إلياس الشتي عندك من غادي وعندك
وعندك سامح الدربيلي، معناها ان طاقتهم تاع سامح الدربيلي خاصة التوزيعات تاعو تجي على جناب، يتكتل لاعبي الاتحاد السيري في الدفاع، الترجي التونسي يلقى راحته، يلقى تمريرات ما بين الحمد الهوني وليا الشتي من جهة، ويلقى بلال بن ساحة وسامح الدربيلي من جهة أخرى، كان يخلق اقترب بصفة كبيرة لكن ما توصلش التسجيل، وبالرغم من هذا يبقى سلاح الكرات المرتدة وارد للاتحاد المنستيري اللي كان يسجل هدف في آخر المقابلة عن طريق اللاعب إدريس المحيصي، يدخل ربما استحوذ شوية على الكرة، قلب شوية الموازين، لكن ما كانش مفعل شيء أمام دفاع الترجي التونسي. الدفاع الترجي التونسي مازال يشكو من نقائص، معناها تشوف أنت الوضعية بتاعو اللي يدفع فيها مش كالمنظومة، كي يدافع 4 كونتر 4 مثلا يلقى مشاكل، ديما يلقى ديما مشاكل، مثلا حتى اللاعب ضد زوز، لاعب ضد زوز اوكبوتوريا شو عمل في الدفاع تاع الترجي التونسي، كيفاش تمكن من تجاوز التوغلات تاعو في وسط دفاع الترجي، لاعب اوكبوتو في الهجمات المرتده. هذيك علاش مشكل الترجي تبقى في الدفاع، الدفاع مش كمنظومه، مش منظومه يدافع بها معين الشعبين، لا الرباعي تاع الدفاع هم بيدهم او الثنائي تاع الدفاع اللي ماهوش متفاهمين بصراحه، عنده شويه مشاكل، مازال فما شويه مشاكل كيف في الكرات المرتدة، وخاصة الكرات اللي يلقى فيها المنافس مساحات، معناها لو كان الترجي التونسي يتوصل يعطي مساحات للفريق المنافس فعلا، الفريق المنافس باش يسجل بأي طريقة. أكيد وصلنا للحلقة، تسجل بني الشين وجيب لي فيديو سبحان الله، خلينا نتلاقى في موعد رياضي أخر.